الم المرفق. ايوه، امال ايه؟ الالبوبين. الالبوبين. طب يا دكتور ايه الم المرفق ده؟ قلنا الراجل ماسك مرفقه هو تعبان، والراجل هنا ماسك برضو ايه هنا في الاشعه هو ادي الم المرفق. وهنا هنتكلم بقى عن ميديال ولاترال والالبو والجولفر، جايين باستفاضه، ما تخافوش هنتحدث. الم الكتف او الم الكوع طبعا ده مفصل بيقع في وسط الذراع، بنحركه كتير، مفصل يصل بين 3 عظمات. ايوه يا اولاد، ده مش عظمتين يا اولاد، في الايد من فوق عظمة العضد وتحت عظمتين. الساعد ده فيه عظمتين يا ولاد، العضد والزند والكعبرة، في حاجة اسمها الكعبرة، واخدين بالكم؟ وكمان في رجلك في عظمتين تحت مش عظمة واحدة. وتنجم معظم الإصابات به نتيجة لحاجة اسمها فرط الاستخدام، الأوفر يوز، بنستخدم كتير الكتف والكوع. البنت هنا لما جات لي عشان عمالة لاعبة محترفة بتلعب تنس كتير، فجالها ألم، فجالها إيه؟ تنس قلبه. هنتكلم على الموضوع ده باستفاضة. طب الأول يا دكتور ادينا الأسباب، نعرف الأسباب، وإن فهمنا الأسباب هنفهم بعد كده الإيه؟ الأعراض. وإن فهمنا الأعراض وماله، نعرف نشخص ونلمس المريض ونفهمه. الاسباب رقم واحد، التهاب في اوتار المحيطه، ويبقى اسمه تندينايتس او التهاب الكيس الزلالي، او ان يحصل شد في العضلات المحيطه، او ان يكون عنده اصلا اوستيو ارثرايتس وهشاشه في العظم. ممكن يكون متلازمه نفق ايه؟ مرفقي. ما هو في حاجه اسمها كيوبيتال تانيل سيندروم، زي الكاربال تانيل سيندروم جاي له دلوقتي هنحكيه. يحصل كسر في المرفق، البو فراكشر. يحصل خلع في المرفق، مرفق التنس اللي هو التنس البو، مرفق الجولف او الجولف البو. كل دي مشاكل واسباب ينجم عنها الام كثيره في المرفق. وممكن اصلا الموضوع ده يبقى ناتج عن وجود مشكله في الرقبه او الكتف او المعصم والذراع والعضد، وهنتكلم في كل ده بالتفصيل.